مشاهدي قناة محمدية برايس، السلام عليكم. كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. المتابعين اللي عاد التحقوا بنا في هذه الصفحة، كنتمنى أنكم ما تنساوش ديروا جيم وابوني لاباج، وأيضا تلتحقوا بقناتنا على اليوتيوب ميديا برايس. إذا كيف ما كتشوفوا مشاهدينا، هاد العشية عرفت واحد ضباب كثيف وكثيف جدا بمدينة المحمدية. جينا باش نوريكم كيف هي الاجواء في لافاليز ديال المحمديه. كيف ما كتشوفوا حتى شي حاجه ما كتبان بسبب هذا الضباب الكثيف اللي عرفته مدينه المحمديه اليوم. اذا كيف ما قلنا المحمديه كامله كتعرف هذا الضباب. سبق دابا واحد 15 يوم وكان كان نفس الجو، كان ضباب كثيف المدينه كامله، وتكررت هذه الظاهره. اذا كيف ما كتشوفوا حتى شي حاجه ما كتبان، فقط الضباب، وهادشي ماشي غير في لافاليز، هادشي في المدينه كامله، خاصه الاماكن اللي بالقرب من البحر. اذا مشاهدينا كيف ما كتشوفوا الضفه الاخرى من لافاليز، كيف ما كتشوفوا حتى شي حاجه ما كتبان. يوسف كيقولوا واش فتحوا لافاليز، وي لافاليز محلوله. اذا كيف ما كتشوفوا هذه الجهه الثانيه حتى شي حاجه ما كتبان، ضباب جد جد كثيف. دوره كتبان مصطفى تيقول مناش هاد الضباب، بصراحه ما عرفناش هادشي ديال الله. فقط نصيحه اللي نعطيوها السائقين، ياخذوا الحيطه والحذر ديالهم، يمشيو بشويه باش كما كتعرفوا فحال هاد الاجواء كيكون بزاف ديال الكسيد، فالواحد ياخذ دائما الحيطه والحذر ديالو ويمشي بشويه، يحاول يشعل الضوء ديال الضباب. وكنتمنوا السلامه للجميع. اذا هذه الاجواء هنا بلافاليز ديال مدينه المحمديه، كيف ما كتشوفوا حتى شي حاجه ما كتبان، البحر ما كيبانش، كاين بزاف ديال النضى اللي كيطيح. بصراحه جو جميل بزاف، هذا المنظر رائع هنا في لافاليز ديال المحمديه. وفي ما كطيح الضبابه بصراحه الناس كيجيو بزاف باش يشوفوا هذا المنظر، كيجيو لافاليز لانه هو البلاصه اللي كتكون فيها طالعه الضبابة بزاف وباينه. اذا كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا، كيف ما قلنا نتمنوا الناس ياخذوا الحيطه ديالهم، لا السائقين لا الراجلين، كلشي يمشي بشويه، كلشي ياخذ الحيطه والحذر ديالو، لان في هاد الاجواء كيكونوا بزاف ديال الكسيد لا قدر الله. وحنا بطبيعه الحال من الواجب علينا اننا ننبهوا الناس اللي متابعينا بهذه المساله. فكيف ما كتشوفوا مشاهدينا، هذه الاجواء في لافاليز ديال المحمديه ضباب كثيف. اللي بغى يشوف هذا المنظر يجي يشوف لافاليز، راه واحد المنظر اللي صراحه سبحان الله. الاخ كيقول لي قربي شويه للبحر، واخا غنقرب ولكن راه اصلا ما كيبانش البحر، لانه الضباب بزاف فالبحر ما كيبانش نهائيا. وهذه هي الجماليه ديال المنظر، انه ما كيبانش البحر، كيبان لكم غير البياض. ولكن غنقربوا شويه ونحاولوا ناخذوا الحيطه والحذر ديالنا حنا. الو ها هو البحر، انا قربت. كيف ما كتشوفوا كيبان قليل داك الشيء، الضباب مغطي كل شيء، سبحان الله واحد المنظر اكثر من رائع، منظر اللي جميل بزاف سبحان الله. فغنقرب لكم هنا شويه باش تشوفوا الصخر. عزيز مغفور في خلقه شؤون الله يحفظ، صراحه سبحان الله منظر جميل بزاف. كنتمنى الناس اللي ساكنين قراب لافاليز
يجيو يشوفوا هذا المنظر الاكثر من رائع. اذا كيف ما كتشوفوا دابا الناس اللي حدايا راه ما كنقدرش نشوفهم بسبب وقفت نشوف المنظر. دابا بسبب دابا حتى شي حاجه ما كتبان كيف ما كتشوف حتى حاجه. امسيه طيبه. السلام عليكم. سلام علي. تحيه للجميع. تحيه للمتتبعين ديالنا. شكرا على المشاهد. شيماء مرحبا. اذا مشاهدينا كيف ما كتشوفوا نحاول نصور لكم من زاويه اخرى باش تشوفوا كيف دايره الاجواء. اذا هنا واحد الصخور بصراحه اول مره غنشوف هاد الصخور اللي هنا. منظر جد جد رائع ومع هاد الضباب كتكمل الجماليه ديال هاد المنظر. الاخ كيقول فين هادشي؟ في المحمديه، لا فاليز ديال مدينه المحمديه. اذا كيف ما كتشوفوا هاد الصخور بصراحه واحد المنظر جد رائع. حتى داريس اللي زوينه بزاف سبحان الله. حنفي تحيه للناس اللي وسط البحر، الرجال البحر تحيه ليهم. نتمنى حتى هما ياخذوا الحيطه والحجر ديالهم. كنتمنوا لهم السلامه. اذا مشاهدينا هذا هو الجو بلافاليز ديال مدينه المحمديه. كنشكركم على المتابعه ديالكم. دائما ما تنساوش لايك وابوني لاباج، وما تنساوش دائما تلتحقوا بنا في قناتنا على اليوتيوب محمديه بريس. اذا غنمشيو نشوفوا واحد المنظر زوين. خليكم معنا مشاهدينا. اذا كيف ما كتشوفوا صعيب باش نشوفوا اللي قدامنا بسبب الباب، ولكن كيبقى هذا من اجمل المناظر. لافاليز بصراحه عامر بزاف، عامر بزاف لانه الناس كيجيو يشوفوا هذه المناظر الخلابه. كيف ما كتشوفوا فمشاهدينا كنشكركم على المتابعه. بعد قليل ان شاء الله لايف اخر في المدينه باش نشوفوا كيف هي الاجواء. خليكم معنا ودائما فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديال اللايفات ديالنا. ما تنساوش ابوني وجيم لاباج. كنشكركم والى اللقاء.